إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول؟ السنة أن تقول له الصلاة خير من النوم، وهكذا إذا قال قد قامت الصلاة المؤذن لإقامة تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو الصواب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا يقال؟ صحيح أنه يقال الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين ورد أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدا ذلك يبقى على الأصل أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم.